سريع. أهلا وسهلا. أنا ابن غسان اليوناني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. على راسي والله. اسمع أنا إيش بقول لك؟ تعمل أنا ممكن تقابلني هون تمام؟ تمام. إيش بدك تشيل مني هون بلا روح تقول لأبوي وخلي على حكي الكلب بالشوارع. إيه كمان ليش لا؟ أيوه. نشرب سيجارة أحسن شي نعمل التواصل. شو؟ شو عم تعمل أنت؟ شو عم تعمل أنت؟ هذا بيزيك هذا أخي؟ شو عم تسوي أنت؟ ليش بدخل فيني أنا لازم أدخل؟ يا ابني ما بصير. أنت صغير وهذا بيأذيك، هذا الشيء ما بصير. أنت شو دخلك؟ أنت مجرد هون عامل عنا. تجي أنت بتنظف تردهم علي على بيتك. نعم؟ زبالين تجوا ينظفوا عنا يبوك يتأمروا علينا؟ أيوه، نظف على السرير. نعم. آخر عمري يجي ولد صغير يحكي معي هالكلام؟ الله يلعن أبو الفقر ويلعن أبو الحاجة، بس كرامتي فوق كل شيء. خير أحمد، شو هو الموضوع المهم اللي أنت عاوزني فيه؟ والله يعلم. لا يعلم أنا بدي أترك الشغل. أترك؟ خير إن شاء الله. ليش بدك تترك؟ في شيء؟ ما في شيء معلم، ما في شيء، بس جيت أصفي حسابي وأترك الشغل. شو هالحكي يا أحمد؟ شو هالحكي؟ أنت بتعرف إنه أنت أغلى واحد عندي بهالعمال، مستحيل أتخلى عنك، وبعدين صار لك 10 سنين عندي. هلا جاي تقول لي بدك تترك؟ معناتها في شيء صاير. احكي لي، شو صاير معك؟ شو السبب بدك تترك بعد هالفترة كلها؟ شو السبب؟ احكي. يا معلم، أنت بترضى ابنك يزل العمال والشغيل اللي عندك يا معلم؟ شو؟ ابني؟ عم يعمل كل هالشغلات؟ أكيد ما برضى. والله يا معلم إيه ابنك. ولسه عم رايح وجاي يا معلم. بقعد بزل وبهين العمال، لا وفوق كل شيء يا معلم بيقول له انا بخلي ابوي يقلعكم ويكبكم بالزباله. ترضى هالشيء يا معلم؟ لا طبعا ما برضى، اصلا ما برضى يكون عندي هيك ولد. نحن بعمرنا ما تكبرنا حدا، انت بتعرفني بعاملك كاخ مو كعامل. بس يا معلم ابنك عم يتكبر على الناس. انسى انه ابني، روح خد حقك منه ولا تسكت لحدا. كرامتك فوق كل شيء. ما بلزمني هيك ولد انا. لا يا معلم لا. انا ما راح اخذ حقي ولا شيء. بس بدي اياك تفهمه يا معلم لابنك. انه نحن كلياتنا بشر. كلياتنا خلقانين من طين. كلياتنا اولاد ادم وحواء. وما في فرق بين الغني والفقير يا معلم. مزبوط كلامك. مزبوط اخوي. طول بالك وروق. لا تاخذ كلام هالولد، اسمه ولد. انا رح اخذ لك حقه من بين عيون رطل عليها. خلص لا تاكل هم انت، روح كمل شغلك مرتاح انت. لا يا معلم، ما بدي اياك تعمل له شيء ولا بدي اياك تقول له شيء، بس بدي اياك تفهمه. خلص وعلى كل الاحوال انا رايح مكمل شغلي. لا تاكل هم. الله يعطيك العافيه. السلام. الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يعطيك العافيه. لحظة، شو هالولد الغبي؟ شو هالولد الحمار؟ أنا بعرف شغل معه. لك بطيخ؟ شو هالحكي عم تحكي مع العمال ولا؟ شوفي بابا شوفي. شو شوفي؟ عم تعمل حالك غشيم؟ اسمعوا لك، كلمتين رح أحكي لك ياهن. تاني مرة إذا بشوفك داخل على البناية وعم تحكي مع حدا من العمال، لسانك بقصه. هدول بشر. عالم. خلق مثلنا مثلهم، وإذا عم يشتغل عم بيتعب لحتى يطالع لقمة عيشه. تاني مرة بشوفك عم تحكي مع واحد منهم لأقطع لسانك. عم تفهم؟ تمام بابا. هي آخر مرة ها؟